اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتاده عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جوله شامله يوم الصباح والتي عنونت في الصفحه الاولى فضيحه تلاعب تهز البطوله، وفي التفاصيل قرر الاتحاد الزموري الخميسات الممارس ضمن انديه القسم الثاني تقديم شكايه الى وكيل الملك ضد حسن فاضل مدرب النادي المكناسي بعد اتهامه بمحاوله التلاعب في مباراه الفريقين المقرر اجراؤها غدا السبت لحساب الدوره 28 من بطوله القسم الثاني. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. بن كنان: قوتنا الجوية والبحرية على استعداد لمواجهة كافة الاحتمالات، عنوان اخترناه لكم ليومة المساء. وفي التفاصيل قال عبد الإله بن كنان رئيس الحكومة: إن قوات الجوية والدرك الملكي والبحرية الملكية على أتم الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات، مؤكدا أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح ويستحق التنويه في مختلف المجالات. باقي التفاصيل تجدونها بيومة المساء. وننتقل إلى يومة أخبار اليوم التي عنونت في الصفحة الأولى: قائد القنيطرة متورط في صفع بائعة البغرير والنيابة العامة تتابعه في حالة اعتقال. وفي التفاصيل: مسار مثير لتحقيق بشرة وزارة العدل والحريات في قضية بائعة البغرير مفاتيحة التي أحرقت نفسها قبالة مقر الملحقة الإدارية السادسة بالقنيطرة بسبب إهانتها ومصادرة بضاعتها. باقي التفاصيل تجدونها بيومة أخبار اليوم. ونختم من يوم الأحداث المغربية والتي عنونت: سفاح زاوية سيس فرق ضحايا إلى خونة وأهل جنة وأهل النار. وفي التفاصيل: اعترف عبد العالي سفاح زاوية سيس بكل تلقائية بجرائم القتل التي اقترفها في حق عشرة من أقاربه وفق مسلسل كرونولوجي دقيق. وقد التفاصيل تقرؤونها بيوم الأحداث المغربية. بهذا الخبر نصل مشاهدينا لنهاية جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء.